من أزمة لأزمة، هيك صار الوضع بلبنان بعد ما تعذر أصحاب الصيدليات على بيع الدواء، وبعد ما فضيت رفوفهم واختفى حليب الأطفال، وبعد ما لقيوا حالهم بمواجهة مع المواطن، أعلن تجمع أصحاب الصيدليات الإضراب العام والمفتوح. الإضراب بسبب عدم توفر الأدوية بالدرجة الأولى، والإضراب بهدف تشكيل عملية ضغط لإصدار لوائح جديدة للأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع مصرف لبنان. أكيد نحن ملتزمين بالإضراب اللي اتخذوا تجمع أصحاب الصيدليات، لأنه ما عم نسلم دواء، صيدلياتنا فضيت، رفوفنا فاضي، الحليب ما عم نسلم حليب، إذا استلمنا نسلم قطع، لمين بدك تعطيها؟ حتى الدواء قلنا أكثر من السنة كان عنا كميات محدودة من قبل الشركات عم بيعطونا إياها كل شهر، هلأ ما عم نسلم، وإذا عطيونا بيعطونا علبة، لمين بدك تعطيها؟ دواء ضغط، دواء سكري، عم نبيعه بالظرف. نحن أكيد ملتزمين بقرار الإضراب، لأنه بالحقيقة هيدا مش مجرد إضراب، هيدي صرخة صيادلة موجوعين ما عم يقدروا يأمنوا الدواء لمرضاهم. كرمال هيك منطالب وزير الصحة بأقصى سرعة بترشيد الدعم، كرمال لا نستلم الدواء ونوزعه للعالم المحتاجة ونمنع قطاعنا من الانهيار. بالنسبة للبعض، المسؤولية ترمى على النقابة اللي كان لازم تقدم خطة استباقية، وبالنسبة للبعض الآخر المسؤولية تقع على مصرف لبنان ووزارة الصحة اللي عم يتراشقوا الاتهامات. فهل من حل بالمدى المنظور؟ نحن قدمنا خريطة تقريبا ماشي شهر، خارطة الطريق ماشي شهر، وكنا عم نحكي فيها أكثر من سنة، أنه يروحوا حضرتهم على شيء اسمه دعم الوصفة الطبية مباشرة من خلال منصة إلكترونية للمواطن. يعني مدام بيجي المريض بيطلع عند الطبيب بياخد الوصفة من عند الطبيب، نحن بيكون في عنا منصة بتنشأها وزارة الصحة أونلاين على الإنترنت، كل وصفة طبية بتفوت لعنا على الصيدلية بتدخلها على المنصة الإلكترونية، بيطلع له رقم موافقة للمريض، وهذا الرقم الموافقة على المريض من بعد ما يكون دفعها للصيدلي كاملة وللطبيب كاملة بيسترد حقها للوصفة كلها بما فيها أجرة الطبيب والدواء من أي مركز تجاري بيتعاقد معه مصرف لبنان مثل OMT أو غيره. وهذه الطريقة بتكون أمنت الدعم مباشرة للمريض، ما قدمت الدعم مباشرة للتجار مثل ما بيصير معنا هلأنية وفوتونا بزوريب التهريب والتخزين. قبل الحديث عن إذا كان رح يتقسم الدعم لأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة فقط أو رح يضاف إلى مجموعة أخرى بتتعلق بأدوية الصحة العامة، الأولوية صارت لتوفر الدواء قبل بيعه.